الله يعطيك العافية إخوان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. مش عارف إخوان كم من حبي هذول بصراحة، هذول الحمام كلها للبيع. طبعا إخوان فيها حمام، فيها براسي، فيها نوريات بواز، فيها مزهورات، يعني حمام إخوان بالصلاة على النبي. فيها بني بربريسي أحمر، مشكلات إخوان، فيها ذبابنة، وفيها كل إشي إخوان. فيها مطب أحمر بالصلاة على النبي هذا على الأرض. في عندك كمان شكل الأحمر هذا، اللهم صلي على سيدنا محمد، طير حلو. وعندهم هذا اليهودي صيدين الصيد بس ما بيعرفوا لمين صاحبه بصراحة. وعندك الطبشير الحلو، الزرزور الأزرق، هذا الطبشير الأزرق حمام إخوان بالصلاة على النبي. طبعا هاي إخوان الحمام كلها للبيع، كلها للبيع. شو طالب فيهن الزلمة والله ما بعرف. وعندنا بندوب طبعا هسه شوي إخوان رايح أبين معانا شو سعرهم كل شيء. طبعا إخوان الحمام كلها نخب بالنخب، أنا شايفها كلها حمام أولاد. الزلمة يعني بقول لك عندي حمام كثير بدي أخففها، لأنه عنده زق بده ينتج من الزقة تاعته. الله يبارك له ويبارك لصاحب النصيب دي خبر. طبعا هذا عنده كمان مكاوي قراقطة، طبعا كان عنده قبل فترة ثلاثة ضيحهن مع بعض أحسن من التمصلوا ياهن. هذا امبارح رجع له يا إخوان القراقطي. المكاوي هذا كأنه صابوني، ابن صابونيات يعني، نقول له صابوني بس مش شديدة، يعني صابوني بيجي أفتح من هيك يا إخوان، أنا اللي أعرفه. طبعاً عندهم نوريات قراقطة كلياتهم هون يا إخوان، نفحول كله نفحول، أي طير بيرجع إلك وأي طيرة بترجع كله نفحول على الأمانة، ومكفولات كل الطيور حمام. طبعاً هسه رحين نكشهن ونشوفهن يا إخوان، هسه رح نكشهن ونشوفهن يا إخوان. بس خلينا نأخذ لقطة هيك. شو في اليهودي ضرب جديد، اليهودي على المغرب كشو. وهسه من شوله بالمختصر المفيد، هاي عندنا هون الشفر اخوان، هاي الشفر بحكي لكم عنه، الشفر شايفينه، هيو الشفر الجانح مسوي. طبعا حوام مجنحة يا اخوان بالصلاة على النبي، زي ما قلنا لكم اي طير بيرجع لك واي طير ما بيطير بيرجع. بس هاي الحمام كلها بالصلاة على النبي رايحة جاي. عندك الشكل كمان هذا الحمار بالصلاة على النبي حلو. الشمس بعيوني. الشكل شفته طال بس بس اجت شو اسمه الشمس بعينها. ايه هاي الحمام شايفين اخوان بالصلاة على النبي حمام قدام عيونكم. هاي في حمام فوقيها كمان بده يخفف منها الزلمة. كم مصلي ضيعت مكاوي؟ ضيع ثلاثة يا اخوان، واليوم بدي لك واحد صح؟ رجع منهم هون القرباط. كان فيني مكاويات اثنين حمر، واحد اثنين حمر؟ يعني مش عارف يا اخوان، الزلمة مش صيد مع حدا، صيد مع كم من واحد معروف، ولا واحد اعترف، يعني الطمس لازم يكون اللي بشوفه بقول بطير الشبكة بدم لها. دم الكشيش الطمس لازم طمع بعض الكشيش على المؤخرة. هاي الشكل شايفين اخوان، هاي اخذ العالي فوق الحمام صار الشكل حمام بالصلاة على النبي مسنونة قوية. اذا اي واحد اخذها من اربد اي طير برجع 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 تعال خذها مباشرة.
الزلمه بده يخلص، مش انه بده يرجع عشان يتاجر. هاي في بوز معنا ركب هسه بنشمطه. طيب ها ركب معنا بوز لبني، والله حطته 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 حطته. تعال تعال، هاي حاط والله مصبوغ كمان، كانه شكله زي المصبوغات. بوز يلا خليها تكون حلقه صيد وبيع. هاي بوز معانا اخوانا، هاي شايفينه. تعال وين راح؟ بقول لك هسه الحمام شو بده حطتها. هاي الحمام، هاي البوز محن، هاي اخر طير بوز. والله تعبان البوز، يعني لو تحط فيه بنزل طواله. اه والله شدت فيه الحمام يا اخوان، شايفين حمام بفرط عنا بهاي الشكل محل احمر بالعالم على الحمام. هاي شايفين يا اخوان، هاي الحمام كلها للبيع قدام عيونكم. الحمام بدك اياه كامل كامل، بدك قطع 5 10، بس هذا بيختلف عن الكامل يا اخوان. اه يعني 10 15 بيختلف لما يكون عن كامل. هاي فوق احمر لابس، مصبوغ احمر شكله لابو عبده بشرفي. ايوه شرفي شكله لابو عبده. طلع شكله هاي طلع. لا والله جايب، والله هي جايب، والله هي جايب قوه كمان. شكله لابو عبده، لانه ابو عبده رافع حمامه. ابو عبده طبعا اللي صورت عنده اخوان، حمصي اخونا صديق ابو موسى، هي له شايف راح معه، راح مسك معه. كبر لكم الشاشه فرجيكم حمام ابو عبده الحمصي وين هيك. ها هاي حمامه هيك شايفين اخوان، هي قاعد حتى شر ابو عبده، والله شر. يمكن شكله مش له، والله الشر على السريع ابو عبده. طبعا اخوان نرجع للحمامات، هي هن الصلاة على سيدنا محمد. هاي الشكل قاعد بيهوج، يعني حمام حلو يا اخوان بصراحة، والله العظيم حمام حلو. انا معي مصاري باخذها كلها بصراحة، والله باخذها كلها بصراحة، بكفي انه الطير مضمون بيرجع الك، يعني ما بنضربش الطير عندك صاحبه، مجرد ما حط عند صاحبه رجع لصاحبه وزعر لك اياه خلص بكون طيرك القوي باعتباره. هذا نور اللي قراك تكون تحكي عن الطيره، والله نار. صلاة على النبي، والله نار. تعال 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 تعال، هذا نار كنت احكي لك عنه الطير، والله نار. بالصلاة على النبي اكبر لكم الشاشه. تعال تعال تعال، ما شايفين والله نار بالصلاة على النبي. انا فكرته طيره، وجهه ناعم حلو. هاي الثانيه، هاي اخو الثاني، هاي قاعد والله فكرته طيره كمان. هيا تاك تاك تاك، طارد عليه الدبان الاحمر. تاك تاك، فكر الطيره طلع فحل جوده. تاك تاك، طب اشير اذكر كان 33 ريشة ما شاء الله جنبته، ما شاء الله. بس في شوية حمام بدها قصد انا اذنها. اكيد اكيد، زي الحلب الازرق شايف اخو عزاوي، اه بده قصد نبي. طير جالس حلو بالصلاة على النبي. شوف هذا ما شاء الله الريحاني. تعال تعال تعال،
كله إنا يا إخوان، كله إنا. والله قلبك على عيونكم. طبعا مش يجي واحد يقول لي واصل على عمان، واصل على الصين. عرفتوا كيف يا إخوان؟ اللي بده يجي من عمان حيا الله. إله ضيافته عنا واحترامه لنا. بس. الشمس في عيني الله يلا اختراع من هاني ماسورة مع نيون حط له لزقة مشمع عشان يصير ايش هذا النيون مطري شو هذاك الطي هذا الاسود الك اه 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 ذكرتن هو الدوق الازرق كمان صلاته على النبي هذول لازم تخليه خليه هو التفحيل ايه الله يلعن اخت الطفر المشكله واحد بصير يكثر حمام هو المشكله والله العظيم مشكله واحد بيكثر حمام انا ليش بديش اجيب حمام بصراحه ما بدي اجيب خلص بنتج من اللي عندي ولا بدي اجيب طواير من برا ولا من اللي عندك وبتشتري وبتروح على قهوه وبترد تشيل ما تقدرش تشتري الطير ب10 وب7 وب8 اخر شيء بتبيعه ببلاش اه والله اخر شيء بتبيعه ببلاش اكبر لكم الشاشه فما ضوا شوفوها اراحتكم هالشمس بعيني هيك جاي شيل اليهودي بلاش يطير تعاي 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 بس 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 حبس تعال يلا حبسه هاي فيها كمان بلجيكي حلو ابن شفرات مبين عليه بلجيكي هذاك يا اخوان ابن شفرات مبين عليه شايفين مبين الطير حلو بصراته على النبي خشن كل شيء هاي المكاوي الأحمر رجع هيو هاي المكاوي القراقطة كمان جنبه قاعد بفحر رجعاته هو ظلن اثنين اللي بده يشيل كامل له مراعاة طبعا مظبوط والله ما عديت انا 30 حبه ايه والله ما عديت 30 في هناك مفيهن اخوان من 30 ل 35 حبه ابو السكر وين ساكن؟ هناك عند البرج عند ابو عبده اه قريب من ابو عبده اها هاي اخوان المقطع ما بدنا نطول عليكم اكثر من هيك حطينا لكم الحمام
اللي بده يبيعها فقط راح نصور، بس فقط يا اخوان ما راح نصور شيء ثاني، لان الشب اللي عنده في حلقتين. هاي الحمام هون كلياتها. طب ابو عبده بشيلها؟ بشيلها ابو عبده، تاجر بيستفيد بيتوظف. ايه ابو عبده تاجر بيستفيد بيتوظف. ابيع على واحد غاوي. حابب رب الحمام، حابب جو الحمام حلو. طبعا اشطب سعر عشان ترزق له بالحبه الاخيره. الحبه الاخيره ثلاث رزق، بده يترزق بيطلع على عمان. ابو عبده في ناس تجي من عمان. حلو، الصلاه على النبي، الله يبارك له يا رب، الله يبارك له. بس تعال ابو عبده مسكين محترم. صيد البياع لا لا والله بدي ارفع لك على عبده، ابو عبده والله على البركه يعني بيجيب الطير، يعني هو ابو عبده بيشتغل عليها، ويعني الشكل الاحمر من عند ابو عبده. انا اجيب الشكل من عند ابو عبده، مريض مريض عندي، وكان مريض شوي بس انا قال لي داير تعبان الطير، والله مريض عندي صار مشروع طير. بس صح بدي اجيب له مميع للدم واحط له كذا. هاي حمام صهيب ابو السمكر، هاي شايفين الاخوان، هاي هاي هذا طبعا بدنا نصور لكم عنده، خلاص خلينا نكبرها. هاي صهيب ابو السمكر، هذول حمامات صهيب ابو السمكر يا اخوان. طاقين داروا اخوان عند البرج هذاك، طبعا انا حاط الزوم على الاخر يا اخوان. طلع وين راحت حمام؟ طلع في عنده نوري ازرق كانه قطع الحمام خرب له اياها، بس حمام ما ردت عليه اخوان، الحمام ما ردت عليه. طلع وين رايحه؟ يعني بالصلاه على النبي والله. هاي شايفينها كيف اخوان بالصلاه على النبي، حمام رايحه جاي. هاي تاعت صهيب ابو السكر، ان شاء الله بدنا نصور لكم عنده حلقه. شايفينها بالصلاه على النبي، اشي بيعبر صراحه. والشب هذا هون يا اخوان كمان حمام تعبر، بس هاي فاصل عنها. هاي حمامنا احكي لك. ايه هاي حمامنا، هاي بعرف حمامكم والله. في عبس والله. هاي نازل عليها عبسي ازرق. هاي بده حمام الطقطق معه هذا الطير. انا حاط الزوم بعدني، بده حمام الطقطق معه العبسي الازرق. طبعا يا اخوان لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم بلايك حبايبي القلب، وزي ما حكينا لكم كله إنا، واي شيء بدكم اياه احنا جاهزين فيه. طبعا الشاب رايح يدخل على التعليقات ويشوف اذا حدا بده اشي حمام وكذا، طبعا نتواصل معاكم اللي بدكم اياه حبايبي القلب. البقى لعيونكم.